عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين لاستعراض نتائج العام المالي الماضي وأهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، حيث اطلع رئيس الوزراء على الموقف المالي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تجاوزت إيرادات المنطقة الاقتصادية للقناة عن العام المالي الماضي 8 مليارات جنيه. كما اطلع رئيس الوزراء على نتائج الجهود الترويجية خلال العام المالي الجاري، حيث بلغت إجمالية التعاقدات التي تمت في المناطق الصناعية أكثر من 5 مليارات دولار لنحو 218 مشروعاً.